مقبرة، وإذا بقبر قد أحيطت به الأشجار من أشجار البر وأحيط به، فقال انظروا سبحان الله، نسأل الله حسن الختام، ما نبت هذا الزرع عند قبر هذا الرجل إلا لصلاح له. هذا من التعلق بالقبور، وما يدرك ربما أن هذا زرع من أجل أن يفتنى الناس به، حتى لو لم يزرع ما الفائدة؟ ثم ماذا؟ نبت زرع ولا شجر عند قبر فلان ولا قبر فلان، ما له مزية. وهذه هذه الأنصورة غير مقطع آخر يعني بالفيديو، ويقول انظروا سبحان الله، هذا الرجل اختص من بين هذه القبور بأن نبت الشجر حول قبره. طيب ثم ماذا؟ لو ثبت يقينا أنه من الصالحين، مع العلم لا ندري، لو ثبت يقينا فإن هذا من وسائل الشرك ومن تعظيم القبور. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد. القضية قضية مهمة جدا.